عارف لما تجيب ذاكرة متنقلة كده عليها بيانات وتبدأ انك انت تنقل ما بين جهاز وجهاز، لو اي جهاز فيهم فيه فيروس او فيه مشكلة فبينقل الفيروس ده للجهاز الاخر، ولو الذاكرة اللي معاك نفسها فيها مشكلة او ملوثة هتنقل التلوث اللي فيها للاجهزة دي وبتخرب الدنيا. ايه علاقة ده وارتباطه بموضوع حلقتنا النهاردة عبر النظام الطاقي؟ هتفهمه حالا وهيكون صادم ليك ومستني رأيك. خلوني في البداية رحب بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا عبر النظام الطاقي، معكم سواح. لو انت جديد معنا سجل اشتراكك في القناة، فعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد بننشره، وما تنساش تشارك في دعم النظام الطاقي بلايك وشير، وشارك معنا في موضوع حلقتنا بتعليقك. زي ما ذكرت فكرة الذاكرة المتنقلة، هتكلم معاك في فكرة الاتصال الجنسي، فكرة الزواج. الاتصال الجنسي ما بين ذكر وانثى. المعلومة اللي حابك او حابب انك انت تعرفها انه اقوى اتصال واندماج على وجه الارض هو الاتصال الجنسي، وان الاتصال الجنسي مش بينقل فقط لو احد الاطراف عنده مشكلة عضوية او عنده فيروس او عنده مشكلة نفسية، لا، ده كمان بينقل حتى بلوكات اللي موجودة على الهالة، بينقل حتى الشوائب اللي موجودة في الشاكرات، بينقلهم ما بين الزوج والزوجة. والموضوع ده غريب وعجيب ومحتاج مننا ان احنا نكون يعني متيقظين ونكون فاهمين ونكون عندنا وعي وعارفين ازاي ننظف البلوكات ونشيل الشوائب، وازاي نكون مطمئنين على نفسنا قبل ما يحصل حتى اتصال ما بين الشريكين، ما بين الزوج والزوجة، علشان محدش فينا يحصل له ضرر. وهنا في موضوع حلقتنا يا صديقي انا بتكلم على الزواج ما بين ذكر وانثى، يعني ماليش دعوة خالص برجل متعدد العلاقات او سيدة متعددة العلاقات. كلامنا واضح، ندخل في الموضوع. زي ما وضحت ان اقوى اتصال واندماج بيحصل على الارض هو الاتصال الجنسي، هنا نقف ونستغرب في نقطة مهمة جدا. لما يكون عندنا الف وعندنا باء، الاثنين دول متزوجين، الف هو الذكر، طيب هنا بيحصل دمج ما بينهم في الوعي، في الطاقة، في الاشياء الايجابية والاشياء السلبية. الاشياء الايجابية اهلا وسهلا بيها، نرحب بيها طبعا. الاشياء السلبية زي لو حد فيهم عنده مرض، لو حد فيهم عنده فيروس، لو حد فيهم عنده مشكلة نفسية، لو حد فيهم عنده عقد، كل الحاجات دي بتتنقل بالتدريج ما بين الطرفين، بتتنقل بالتدريج ما بين الطرفين، وهما طرفين فقط، يعني هما ذكر وانثى، رجل او زوج وزوجته فقط. طيب الشيء العجيب والغريب هو شرعانة تعدد الزوجات. الموضوع ده شرعي، يعني يحق للرجل ان يتزوج اربعة، يعني الف يتزوج من باء، من مثلا جيم، من دال، من سين مثلا، بقى عنده اربع زوجات. العنصر المشترك بينهم في الاتصال والاندماج هو الف. مشترك في ايه؟ في اتصال جنسي ما بين الاربعة، يعني الاربعة بيحصل بينهم، الاربع سيدات بيحصل بينهم اتصال جنسي. هتقول لي انت مجنون ازاي؟ هقول لك ما هو نفس الشخص اللي بتحصل بينه وبين باء علاقة جنسية هو اللي بيحصل مع جيم ودال وسين. فالوعي المنتقل في العلاقة القوية العجيبة العظيمة الرهيبة اللي خلقها ربنا ووهبنا اياها دي، العلاقة دي بيتنقل فيها كل النقاط اللي قلنا عليها، من بلوكات، من شوائب، من فيروسات، من أمراض، من أي شيء، من الوعي نفسه وتكوينه، بيتنقل ما بين ألف وباء. وبالتالي ألف خد النصيب هنا من العكة دي، فتتنقل لجيم، وتتنقل لدال، وتتنقل لسين، فيصبح بعد فترة سين اللي هي آخر زوجة دي، بعد فترة لو بحثت هتلاقي ان هي خدت من باء اللي هي اول زوجة، خدت من وعيها، وخدت من ممكن بعض الامراض اللي في جسمها، وممكن بعض تفاصيل العقد النفسية او المشكلات النفسية اللي عندها، وخدت من بلوكات الهالة بتاعتها، وخدت من شوائب الشاكرات، ده كله بسبب الذاكرة المتنقلة اللي هو الف. طيب كل ده مثبوت دلوقتي علميا،
وكل ده بقى معروف وواضح ومفهوم. ايه المشكله هنا يا سواح؟ المشكله هنا هي الشرعنه. ازاي ده يبقى مشرعا، يبقى شرعي؟ ازاي يكون حلال؟ يعني ازاي احنا عارفين احنا كمسلمين انه حلال للرجل انه يتزوج اربعه؟ طب ازاي ان العلم دلوقتي بيثبت ان كل ده كارثي بمعنى الكلمه، وكل ما يحصل انفتاح في المجتمعات بيكون كارثي اكتر؟ يعني لو شفنا اضراره دلوقتي غير اضراره من 50 سنة، ايام الطيبين زي ما بنقول، يعني غير اضراره من فترات كبيره. كان في انغلاق في المجتمع، كان في انغلاق على المرأة لو حابين ترجعوا له، يعني كان في انغلاق على الـ على على الـ الـ المجتمعات كلها عموما، فبالتالي كانت الأضرار دي قليلة جدا. لكن الآن في الانفتاح اللي حاصل دلوقتي الموضوع ده زاد وبقى واضح وبقى مكشوف قوي. فعلميا دلوقتي أثبتوا ان ده كارثة بتحصل. وهنا بنتكلم في فكرة شرعنة الزواج، ملناش دعوة تاني عشان حدش يقول لي ما انت بتتكلم في كده. طب ممكن يكون متزوج واحدة بس لكن عنده علاقات كتير. انا وضحت في الاول ملناش دعوة بمتعدد العلاقات ولا متعددة العلاقات، ملناش دعوة، احنا بنتكلم هنا في شرعنة الزواج. هنا يبقى في نقطة محتاج انك انت تفكر فيها، اما ان شرعنة الزواج دي، شرعنة الزواج دي او تعدد الزواجات يعني مشروطة ومحتاج انك انت تدور في شروطها جدا، واللي يخالف شروطها تبقى حرام محرمة، او ان في شيء احنا مش فاهمينه. لو قلت لي لا ده مشروطة وليها شروط وما ينفعش حد يتزوج ويعدد الزوجات الا بالشروط دي، يبقى كل اللي هيعدد زوجات حتى لو كان هو دلوقتي نفذ خلاص ومتزوج بدون ما تنطبق عليه هذه الشروط، زواجه باطل. لو قلت لي كده زواجه باطل. لو قلت لي لا في نقطة تانية مش مفهومة او مش واضحة ليه هي تم شرعنة او الموضوع ده شرعي ومثبت حتى في قرآننا الكريم، يبقى شارك معانا برأيك وشارك بتعليقك، واكيد السر هنكتشفه مع بعض، واكيد القصة في الموضوع والمنحة اللي في الموضوع هنكتشفها مع بعض بحوار عقلاني ممتع. هكون متابع معاكم في تعليقات اللي هتكون موجودة على الحلقة دي. مش هطول عليك ومنتظر منك ومنك انك تقول رأيك بتجرد تام في الموضوع ده. نلتقي على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.